إذن الآن خلينا نقوم بترتيب تصميم الفوتر. في البداية أجي هنا على الفوتر هذا، أعطي مجموعة من الكلاسات. أول كلاس يمكن تعطي اللي هو كلاس فيكسد، عفوا داخل إيش، داخل الكلاس فيكسد تو بوتوم، هذا يجعل لك الفوتر هو ثابت بالأسفل. أيضا يمكن أنطبق عليه كلاس باك كولر أز دارك، ايضا اطبق عليه كلاس التكست الخاص فيه، يمكن ان يكون عباره عن لايتس يعني التكست لون التكست. اوكي، ثم ادخل هنا على الكونتينر، ادخل هنا على مثلا على الاباوت، هنا هذا الاباوت يمكن اقول له عندنا كلاس اطبق عليه التكست برايمري اور انفو معلومات يعني تي اكس تي انفو. ثم هذه الباراجراف اطبق عليها كلاس كلاس يمكن ان يكون عندنا justify content to center. اوكي، هذه الكلاس راح يجعل لك الكونتنت في تنظيم بالنسبه الى السنتر. الان بالنسبه الى هذا الكونتنت از اطبق عليه نفس هذا حتى يكون عندنا تنظيم، يمكن أن أعطيه لون يختلف، فبالتالي راح أطبق عليه كلاس txt يمكن أن يكون blue or مثلا danger primary، نعم primary. ثم هذه ال li ال ul أبدي أطبق عليها كلاس مثلا list group. أوكي، ثم هذه كلها راح تحتوي لك على كلاس list item. اوكي، وبالتالي هذا خلينا اخذ كوبي ابدي اطبق على كل ال i اللي موجوده عندي هنا. أنا هذه عندنا ال i. اوكي، ناخذها بهذا الشكل. اوكي، بالاسفل الكاتيجوري يمكن ان نطبق عليها كلاس تي اكس تي مثلا تي اكس تي justify then info مثلا، خلي تكون نفس التصميم السابق. ثم هذه اطبق عليها كلاس list group واستمر مع ال li بتطبيق عليها كلاس list group item باعتبارها list group item، فراح تكون عندنا بهذا الشكل. طيب الان راح ننزل للاسفل الى الكوبي رايت، ابدي احذف هذه اللي قمنا باضافتها سابقا، يمكن استفاد من الكلاسات اللي توفرها لي. في البدايه اطبق عليها باك كلر مثلا على اساس تكون عندك مثلا سكسس تي اكس تي تي اكس تي لايت، يمكن انه نقول له عندنا تي اكس تي alignment to center يعني حتى نقوم بوضعها في السنتر. ايضا يمكن تطبق الفونت بشكل مباشر عن طريق الذهاب الى الستايل واعطاء الفونت. طيب نكتفي بهذا القدر. الان خلينا نشاهد النتائج، نعمل شو بالنسبة للصفحة، فراح تكون عندك النتائج كالآتي. طبعا اوكي، اذا هذه عندك مثل ما تلاحظ انه الان الفوتر نزل الى الاسفل، اصبح عندك ايش، اصبح عندك فيكسد الى البوتوم. هذه عندك انفورميشن، وهذه عندك الكوبي رايت. الان كل الكلاسات اتطبقت، ما في عندنا اي مشاكل. طبعا تستطيع انه تغير ايضا في الباك كلر الخاصه في الليست جروب، هذه هي تعتبر عندك ليست جروب، لما انا طبقتها اعتبرها ليست جروب، وهذه اعتبرها ليست جروب ايتم. ايضا تستطيع انه تغير في الباك كلر الخاص في كل ايتم هنا،
و ايضا تستطيع انه تدخل هذا مع الليست جروب، وتعتبره الليست جروب هيدر.